أبرز السيد رئيس الحكومة أن خطاب جلالة الملك بهذه المناسبة جاء مؤكدا لموقف جلالته الثابت، والذي هو أيضا موقف الشعب المغربي ونقطة إجماع في هذه القضية الوطنية الكبرى المتمثل في تمسك المغرب بوحدته الوطنية والترابية، مضيفا أن موقف المغرب كما قال جلالة الملك واضح وثابت، وأن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب هي الحل الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية. كما أن المغرب سيبقى منفتح على جهود المجتمع الدولي في إطار مجلس الأمن والأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع. وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن خطاب جلالة الملك حفظه الله ركز على الاهتمام بإفريقيا كعمق جغرافي للمغرب، وهذا يعطي بعدا للعمل الذي تقوم به مختلف المؤسسات سواء كانت رسمية أو في القطاع الخاص أو المجتمع المدني من أجل إعطاء أولوية في علاقتنا مع الشعوب والدول الإفريقية، ليكون المغرب فاعلا أساسيا في هذه القارة التي ننتمي إليها. كما تضمن الخطاب الملكي التفاتة مهمة تتعلق بالدول المغاربية على أساس أن المغرب ما يزال وفيا لبناء الاتحاد المغربي وبناء علاقات سليمة وقوية مع دوله، ووفيا لهذا الانتماء حالا ومستقبلا. وأبرز السيد رئيس الحكومة أن الخطاب الملكي تضمن أيضا إشارات بخصوص الجهوية المتقدمة على أساس أنها تهدف إلى إعطاء مختلف الجهات مكانتها في التنمية الوطنية، والوصول إلى توزيع عادل للثروات بين جميع الجهات المملكة. وحتى تكون هذه الجهات فاعلة وقوية ومنسجمة ومتكاملة فيما بينها، وتستفيد على قدم من المساواة من جهود البلاد في البنية التحتية وفي المشاريع الكبرى، مشير كذلك إلى أن التفات جلالة الملك لجهة سوس ونحو الأقاليم الجنوبية هي إشارة إلى المضي قدما في بناء هذه الجوية المتقدمة المتوازنة لجميع الجهات. وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذه الأسس التي أتت في الخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة المجيدة تعتبر توجيهات استراتيجية لعمل الحكومة، التي ستكون بإذن الله وفيا لها، وستعمل جميع القطاعات الحكومية من إدارات ومؤسسات عمومية وغيرها على الوصول إليها كهدف كأهداف في إطار البرنامج الحكومي. وفي ختام كلمته هنأ السيد رئيس الحكومة جميع الجهات على مختلف الإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة، وخصوصا تقدم المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال الذي يلزم الحكومة بتطوير برامجها السنوية المقبلة حتى يتبوأ المغرب المكانة الضرورية ليصبح من الدول الصاعدة ومن الدول الخمسين الأوائل في ممارسة الأعمال. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.